تحياتي وأهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة يا رب. سنة سعيدة جديدة علينا وعلى مصر الغالية، ويا رب تكون سنة كده جديدة مليانة بالخير والسعادة والصحة والسلامة والتفاؤل والإيجابية كلها، وتكون كده فتحة خير على كل الناس. هكون مع حضراتكم آي عبد الرحمن وزميلتي العزيزة دارين مصطفى في تغطية مستمرة لحصاد عام 2022 على شاشة إكسترا نيوز على مدار يعني الوقت اللي جاي لحد كده إن شاء الله قبل النشرة بشوية، نشرة 9. كل سنة وانتي طيبة يا دارين، وسنة سعيدة عليك إن شاء الله. كل سنة وانتي طيبة يا آية، وكل سنة وكل مشاهدينا بخير، وكل سنة ومصر طيبة، وكل سنة وإحنا مبتهجين ومبسوطين، ويعني إنجازاتنا وبلدنا بخير وأمنة وسليمة، وكلنا مبسوطين وفرحانين بإذن الله. ملفات مهمة هتكون معنا خلال تغطيتنا النهاردة، هنتكلم فيها عن مصر كانت عاملة إيه في 2022، وتأثير مصر في المحيط العربي والإقليمي، والدور المحوري اللي تجلى للقاهرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر قلب العروبة النابض، مصر اللي بتأكد دايما إن أمنها واستقرارها من أمن وسلامة الدول العربية. مش بس هنتكلم مشاهدينا عن دور بلدنا الإقليمي والعربي، لكن كمان هيكون في حديثنا عن قراءة في حصاد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج خلال عام 2022، وكانت كلها بتهدف لدعم مكانة مصر على كل المستويات الإقليمية والدولية، وكمان الدفاع عن قضايا المنطقة، وطبعا كمان الدور الريادي والمحوري لمصر في التعبير عن صوت القارة الإفريقية. كان من أهم الزيارات دي طبعا زيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية، واللي كان لافت جدا فيها خلال الزيارة دي حفاوة الاستقبال من قبل الجالية المصرية وترحيب أبناء الجالية المصرية في أمريكا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجالية المصرية حملت رايات التأييد، حملت صور الرئيس، حملت العلم المصري، نظمت وقف التأييد أمام مقر إقامة فخامة الرئيس في واشنطن. تعالوا نشوف مع حضراتكم ونفتكر إيه اللي حصل هناك. الذي أحدثكم عنه اليوم ليس أمل التمني،
بل هو أمل العمل والقدرة على الفعل. لقد استطاعت الكثير من دولنا على مدار عام مضى أن تكون نماذج مضيئة. تظل مصر طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية فيما بين دولنا. Il y a quelques semaines s'achevait une COP qui a été organisée par l'Égypte et j'en félicite mon ami le président Sissi, car Sharm el-Sheikh a réussi à rassembler le monde et à régler. Dahya Misr. Dahya Misr. Dahya Misr. Wa dahya shu'ub al-ard al-muhibbati lis-salam. حقيقة مشاهدينا مجهود كبير وجبار قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022 عشان يعزز مكانة مصر في الوضع الإقليمي والدولي من خلال جولات مكوكية وخارجية ناجحة جدا تنوعت ما بين القارات المختلفة، ما بين بقى زيارات رسمية أو المشاركة في قمم دولية عبرت عن الرؤية المصرية وشخصية مصر إزاء القضايا المختلفة. حيث بدأ الرئيس السيسي العام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات الشقيقة واللي جاءت في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع مصر والإمارات من روابط أخوية تاريخية، علاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة. في شهر فبراير الرئيس السيسي زار الصين بهدف حضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في دورتها 24 والتي عقدت بالعاصمة بكين. حقيقة مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم جاء تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية اللي بتربط مصر والصين. في نفس الشهر فخامة الرئيس زار الكويت والتقى أمير البلاد وولي العهد وعدد من كبار رجال الدولة الكويتية، وتم خلال الزيارة التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي. ده كان إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية. مش بعيد يا دارينا عن شهر فبراير اللي يمكن انت اتكلمتي فيه، شارك الرئيس السيسي في شهر فبراير 2022 في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية، وشارك كمان الرئيس في فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. خلال بقى مارس زار الرئيس السيسي السعودية والتقى خلالها بالملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون ما بين مصر والسعودية على جميع الأصعدة. في شهر مارس جاءت القمة الرباعية في مدينة العقبة الأردنية ما بين الرئيس السيسي وملك الأردن ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العراق، واللي ناقشت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك ما بين الدول الأربع في جميع المجالات. استكمالا لحديثك آية، يعني وصلنا لمنتصف عام 2022 اللي قام فيه سيادة الرئيس بجولة خليجية في شهر يونيو شملت سلطنة عمان والبحرين، واللي تمت خلالها مناقشة العلاقات الثنائية الوثيقة اللي بتجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هنروح لشهر يوليو واللي شهد زيارة للرئيس السيسي متجها إلى السعودية، واللي شارك فيها في قمة جدة للأمن والتنمية، واللي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. في نفس الشهر شارك فخامة الرئيس في فعاليات حوار بطرسبرغ للمناخ، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.
بعد اختام زيارته لألمانيا توجه فخامة الرئيس إلى العاصمة الصربية بلغراد لمناقشة سبل التعاون المشترك، واختتم جولته الأوروبية بزيارة لفرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. خلال شهر سبتمبر 2022 قام الرئيس السيسي للمرة الأولى بزيارة دولة قطر تلبية للدعوة الموجهة إليه من الشيخ تميم بن حمد الثاني، وجاءت الزيارة تدويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة ما بين مصر وقطر بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة. الرئيس السيسي شارك أيضا في القمة العربية 31 والمقامة بالعاصمة الجزائر، والتقى على هامشها بعدد من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وصلنا لشهر نوفمبر وكان جدول زيارات السيد الرئيس يتضمن زيارة أخرى لقطر ولحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم. في شهر ديسمبر شارك الرئيس في القمة العربية الصينية الأولى والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض. في العاصمة السعودية الرياض تضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في القمة بهدف التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. خلال نفس الشهر زار السيد الرئيس الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية واللي ركز خلالها على الموضوعات اللي بتهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وده إلى جانب تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي علشان تستفيد من اللي بيوفروا ده من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي ونقل تكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي لأفريقيا. قبل نهاية العام يا دارين والسادة المشاهدين زار الرئيس السيسي الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والتي تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي والحرص على ضمان أمنه واستقراره. ملخص زيارات فخامة الرئيس السيسي في خلال هذا العرض مع الزميل شادي شاش، هنشوفه مع حضرتكم. أهلا بكم. جولات خارجية عدة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022 عززت مكانة مصر الإقليمية والدولية. تلك الجولات تنوعت بين القارات المختلفة ما بين زيارات رسمية أو المشاركة في قمم دولية عبرت عن الرؤية المصرية إزاء القضايا المختلفة. الرئيس السيسي بدأ العام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات والتي جاءت في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة. وفي شهر فبراير زار الرئيس السيسي الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 والتي عقدت بالعاصمة بكين، وجاءت مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تلبية لدعوة الرئيس الصيني تشي جين بينغ، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. وفي الشهر ذاته زار الرئيس السيسي الكويت والتقى أمير البلاد وولي العهد وعددا من كبار رجال الدولة. وخلال الزيارة تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي بجانب تعزيز العلاقات الثنائية. وفي شهر فبراير أيضا شارك رئيس السيسي في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية. وفي الشهر نفسه شارك رئيس السيسي في فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وفي شهر مارس زار الرئيس السيسي السعودية والتقى خلالها بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.
وفي شهر مارس أيضا جاءت القمة الرباعية في مدينة العقبة الأردنية بين الرئيس السيسي وملك الأردن وولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العراق، والتي ناقشت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات. وفي شهر يونيو كان للرئيس السيسي جولة خليجية شملت سلطنة عمان والبحرين، وتمت خلالها مناقشة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشهد شهر يوليو زيارة للرئيس السيسي للسعودية، حيث شارك في قمة جدة للأمن والتنمية، والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وفي الشهر ذاته شارك الرئيس السيسي في فعاليات حوار بطرسبورغ للمناخ برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا. وبعد ختام زيارته لألمانيا، توجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الصربية بلغراد لمناقشة سبل التعاون المشترك، ثم اختتم جولته الأوروبية بزيارة أخرى لفرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وللمرة الأولى قام الرئيس السيسي بزيارة إلى دولة قطر في شهر سبتمبر تلبية للدعوة الموجهة إليه من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وجاءت الزيارة تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة. الرئيس السيسي شارك أيضا في القمة العربية 31 والمقامة بالعاصمة الجزائر، والتقى على هامشها بعدد من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. خلال شهر نوفمبر كانت للرئيس السيسي زيارة أخرى لقطر، وذلك لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم. وفي شهر ديسمبر شارك في القمة العربية الصينية الأولى والتي عقدت بالرياض في شهر ديسمبر. وتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في القمة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي شهر ديسمبر أيضا زار الرئيس السيسي الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، والتي ركز خلالها على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي لاستفادتها مما يوفر من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي. وقبل نهاية العام زار الرئيس السيسي الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والتي تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي والحرص على ضمان أمنه واستقراره. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز زيارات الرئيس السيسي الخارجية خلال عام 2022. شكرا لمتابعتكم. لازال الحديث مستمر عن زيارة السيد الرئيس أو زيارات السيد الرئيس الخارجية خلال عام 2022 مع الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. تحياتي بحضراتكم مرة تانية، وكل سنة وانتم بألف خير وسعادة. دلوقتي هنتكلم بشكل مفصل عن زيارات الرئيس السيسي الخارجية في عام 2022. ايه دلالة الزيارات دي؟ ايه أهدافها الرئيسية؟ ازاي بترسم محددات السياسة الخارجية لمصر في الفترة اللي جاية، خاصة في هذا التوقيت الحرج؟ خلونا بس في الأول كده نرحب بضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. أستاذ شريف تحياتي لحضرتك، كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة وسنة جديدة كده جميلة عليك. اهلا بك يا دمين. اهلا بحضرتك، سعيد بوجودي معاكم والله، يعني في الساعات الاخيره من السنه، ويعني دي سعاده كبيره قوي بالنسبه لي،
لينا الشرف والله. أتمنى أتمنى إن شاء الله إن السنة الجاية تكون سنة مهمة في تاريخ مصر، وسنة تكون فيها إضافة للشعب المصري إن شاء الله بإذن الله. لو إحنا بنتكلم في تقريبا 20 زيارة خارجية للرئيس السيسي في 2022، لو إحنا عايزين نركز على المحطات، إن 2022 حضرتك أكيد عارف إن هو يعني عام فارق بالنسبة للعالم كله، خاصة من أول فبراير، الرابع والعشرين من فبراير، هذا التاريخ الأبرز في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك مصر اتبعت النهج المتوازي الشريف الذي تتسم به مصر في سياستها الخارجية. نقدر نقول إيه العنوان، حضرتك أكيد صحفي وكاتب وعارف إن ممكن نحط كده منشط كبير أو عنوان صحفي كده أبرز في خلال هذه الجولات المكوكية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022. إليك هذا العنوان، استعادة التأثير. احنا على مدى السنوات الثمانية الماضية منذ 2014 حينما وصل الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في مصر، كنا أمام مرحلتين أساسيتين. مرحلة استعادة التوازن، الدولة وشبه الدولة، العودة مرة أخرى أن تقف الدولة زي ما بيقولوا كده بالمعنى البلدي على رجليها، أن الدولة تقف. بعد كده في عندنا مرحلة مهمة جدا اللي هي العنوان اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه دلوقتي، استعادة التأثير. واستعادة التأثير دي حاجة خطيرة جدا. ممكن تكوني دولة كبيرة ودولة في موقع متميز، لكن ما عندكيش شكل محوري، وبالتالي تفقد التأثير في المحيط اللي حواليك محليا وإقليميا ودوليا. أنا بعتبر أن 2022 محطة مهمة جدا في استعادة التأثير. بمعنى إيه استعادة التأثير؟ كم الزيارات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول العالم كلها والعواصم العالم، ما بين أوروبية وأمريكية و يعني خارجية، كلها أدت إلى نتائج. هذه النتائج ظهرت في شكل يعني بروتوكولات، ظهرت في شكل كلمات، ظهرت في التحول الكبير في بعض السياسات. ولعل أهم تحول أنا في رأيي هو التحول في السياسة الأمريكية، ليس تجاه الشرق الأوسط فقط ولكن تجاه مصر. إذا نظرنا إلى السياسة الأمريكية على مدى السنوات الثمانية الماضية هنجد أنها يعني بتختلف وبتتصاعد وبتنزل، ويعني في مش نوع من الاضطراب، في ترقب من قبل البيت الأبيض لمصر. ما حدث في كوب 27 وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكلماته التي ألقاها في شرم الشيخ هو أكبر دليل على تأثير السياسة المصرية. ليه؟ لأنك قدرت تعملي تحول في وجهة النظر الأمريكية إلى اتجاه آخر، ده ما كانش موجود قبل كده، ده حتى في 21 ما كانش موجود. ده معناها إيه؟ أن مصر وصلت إلى ذروة مرحلة التأثير، استعادة التأثير، أنك تقدر تأثر في محيطك، أن يدرك العالم أن مصر هي بوابة الشرق الأوسط، أن يدرك العالم أن مصر هي الدولة الأفريقية الأولى، أن يدرك العالم والعالم العربي أنه بلا مصر لا يمكن حماية المجتمع العربي بالشكل الكبير. مصر هي كما يقال عمود الخيمة التي يستطيع أن تحفظ المنطقة بقوة وأن تطور من أدائها ومن عملها. فهنا أنا أرى أن العنوان الأبرز الذي يجب أن نتحدث فيه هو استعادة التأثير، لأن هو ده أهم حاجة. طيب يعني حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي كنت بتتكلم عن استعادة تأثير دور مصر، عن إرسال رسائل بطرق مختلفة، كل دي بنقدر نفسرها بأنها محددات السياسة المصرية. الرشاقة
في جدول زيارات السيد الرئيس وزياراته المختلفة، و يعني لو جينا بعبارة مبسطة نقول من الشرق للغرب للشمال للجنوب، يعني ربنا يديله صحة. يعني فعلا أنا بيبهرني فعلا يعني كمواطنة مصرية، ربنا يحفظه ويديله الصحة وطولة العمر. كل هذه الزيارات المكوكية التي يقوم بها السيد الرئيس هدفها زي ما حضرتك تفضلت قبل شوية رسم محددات السياسة المصرية، إزاي بتقوم الزيارات دي بالدور ده؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد محددات السياسة المصرية في خطابه في يونيو 2014، اتكلم فيه عن الندية، عن الخطاب المستقل، عن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. نعم. وأنا أعتقد أن هذه النقاط المهمة في هذا الخطاب المهم كانت أساساً لعملية حفظ التوازن الذي أدى بنا إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة استعادة التأثير. العالم كله ينظر إلى مصر كدولة محورية. مصر لها التزامات من حيث المكان، وربنا اللي أوجدها في وضع محوري عبر التاريخ وله تأثير بقواها الخشنة والناعمة بالمناسبة. كل هذا التأثير يعني تعرض في خلال السنوات الماضية إلى تحديات كبيرة جدا، لأن لأول مرة في تاريخ مصر مش الحديث والقديم أيضا أن يكون هناك تهديدا من الجهات الاستراتيجية الأربعة، وده ما حصلش في تاريخ مصر بالمناسبة، أن يبقى في تهديد من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. إذن إن لم تكن هذه السياسة متزنة ومتوازنة وحاسمة، يعني لما نقول خط أحمر يبقى خط أحمر، عدم تجاوز سيرة الجفرة يبقى ده حسم، أن تكون هذه الدولة لديها القدرة على أن توفر البدائل. يعني إحنا لو جينا بصينا حتى على الشكل المحلي، بدائل لإيه؟ البدائل لأي تحديات ممكن تحصل عندنا. يعني إحنا عندنا يعني مثلا افرض أي أزمة من أي نوع، لما تيجي تنظري إلى أزمة كوفيد 19 ومصر كيف تعاملت معها، ده تعامل احترافي وفقا لإمكانات دولة زي ما قلنا أنها استعادت التوازن مرة أخرى، يعني لسه مستعيدة للتوازن حديثا. قدرتها أيضا على التعامل مع قضايا المنطقة، الواقع الأفريقي أولا، الانتماء الإقليمي، الواقع الأفريقي ثم العربي ثم العالمي، مع الحفاظ على ضرورة تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. المولى عز وجل حينما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن توفير الغذاء ثم الأمان. الأمان الناس ما بتعرفش تفرق بينه، يعني بينه وبين الأمن. الأمان ليس أمنا فقط، ليس قوات المسلحة وليست الشرطة فقط، الأمان هو أن أشعر بأمان في وطني، بأن يوجد تشريع جيد، بأن توجد حرية، بأن توجد قدرة على العدالة الاجتماعية. لو نظرنا لكل ده، هو ده مبلغ التأثير في الواقع العالمي. يعني العالم ينظر الآن إلى مصر كدولة مؤثرة. نعم. وأنا أعتقد أن خطاب الرئيس جو بايدن هو أكبر شهادة لمصر على مدى التأثير الذي حققته على مدى السنوات الماضية. طيب أستاذ شريف، يعني حضرتك أكيد عارف، أنا شريف صعب عارف. صعب جدا إن إحنا نحكم على فكرة علاقات مصر الخارجية من خلال 2022. طبعا يعني إحنا لازم ناخدها كده بشكل متسلسل. لو احنا بنتكلم منذ ان اطلقت مصر الخطة في فكرة انها تتوسع او اعادة السيادة مرة تانية في العلاقات الخارجية، ازاي مصر قدرت انها تحقق مفهوم انها مش محسوبة على حد؟
يعني طبيعي جدا عشان حتى خاصة في هذا التوقيت الحرج يعني في هذا العام، إن مثلا عشان دلوقتي في توازن عالمي فبالتالي في ممكن تكون انقسامات، طب أنت في كفة مين؟ طب أنا لا لازم أكون في كفة القوة دي عن القوة دي. لا، مصر محققة توازن في القوة العالمية، مش محسوبة على حد. لما نيجي نشوف علاقات مصر الأمريكية هنلاقيها متوازنة جدا، شوف علاقات مصر مع روسيا هنلاقيها متوازنة جدا، مع الصين كذلك، مع أوروبا. إزاي التوازن ده اتحقق على أرض الواقع؟ لأن احنا بنقوله بالكلام سهل، لكن طبعا على يعني على أرض الواقع الموضوع ده صعب جدا ومحتاج حسابات كتيرة. في أي مواجهة عموما حضرتك بتحسبي قوتك الأول الذاتية، يعني حضرتك إيه المعطيات اللي عندك، 1 2 3، وإيه الحاجة اللي قدام الخصم بتاعك، فبقدر الإمكان بتحاولي تستغلي إمكاناتك الشخصية، ثم في الخصم بتاعك بتحاولي تحدي من إمكاناته هو. هذا في رأيي ما فعلته الدولة المصرية على مدى السنوات الثمانية الماضية، ويمكن زي ما قلنا أن ذروة هذا النجاح في 2022. الدولة المصرية اعتمدت على حاجتين أساسيتين وفقا لمؤسساتها وأجهزتها: مفهوم القوة الشاملة، يعني أن يكون لديك جيش وطني قوي من الدرجة الأولى قادر على الحماية، يعني لما أقول هقف عند هنا يبقى هقف عند هنا، هتحرك من هنا يبقى هتحرك من هنا، وثق تماما أن الناس ما بتركز في الحتة دي، بس الحتة دي مهمة جدا. أنت لو في موقف ضعيف كانت مصر انتهت. لو مصر لم تكن تملك القوة العسكرية القوية، مصر كانت هتبقى مهددة بشكل كبير جدا. نمرة 2، استغلال القوة الناعمة. وفي مفهوم دايما يعني عند الناس ان يقولك القوة الناعمة دي يعني الفن والثقافة. الفن والثقافة ده جزء من القوة الناعمة. القوة الناعمة الرئيسية هي الخارجية المصرية. أنا أعتقد أن الخارجية المصرية قدمت في 2022 ذروة النجاح. ليه؟ لأنها ما بين القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل في فبراير 2022، وحتى كوب 27، وحتى القمة الأفريقية الأمريكية التي شارك فيها الرئيس السيسي، تسبقها قمة مهمة جداً وهي قمة الجزائر. رغم هذه التحديات وهذا التحول الكبير، مصر لازالت تتمسك بعروبتها بالدرجة الأولى. مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، ولها موقف واضح وصريح، ويعني ربما في عز أزمة كورونا. لا ننسى الزيارة التي قام بها الوزير عباس كامل إلى غزة، لا ننسى عملية إعمار غزة بالكامل ودخول الدولة المصرية في هذا المجال، تعظيم مفهوم الوطنية والعروبة، إضافة لذلك والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي. أيوة والعربي طبعا. أنا بقى عايز أسأل هنا، يعني حضرتك شايف يعني الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية وتعزيز مفهوم العروبة وإعادة الحس العربي من جديد، مصر متبنية ورفع راية ده بالفعل، حضرتك شايف المبادئ دي كيف ستسهم في إرساء استقرار أو الأمن في المنطقة ككل؟ استقرار الأمن في المنطقة يعتمد بالدرجة الأولى على مصر، وواهم من يعتقد أن مصر يمكن أن تخرج من معادلة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية أو في المحيط الإقليمي. مصر هي بوابة أفريقيا، مصر هي المدافع عن المنطقة، مصر هي الدولة وفقا للإرث التاريخي والعمق الممتد لآلاف السنين أن تدافع عن هذه المنطقة. هي بحكم قوتها وإرثها الحضاري هي الموجودة بقوة. قد تهتز بعض الشيء ولكن مصر لا تسقط أبدا. يعني فكرة ربما تكون هناك أزمات اقتصادية، ولكن هذه الأزمات لا تقلل من الدور المصري، لا تقلل من دور مصر. دور مصر فعال ومؤثر، بدليل لو نظرنا إلى مثلا على سبيل المثال القمة العربية الصينية،
القمة العربية الصينية كانت مصر ليها دور كبير فيها ودور رئيسي. يعني أنا أعتقد أن هذه القمة تشكل تحولا في العلاقة مع العالم، لأننا عندما نلجأ إلى الصين، وأنا مش بقول نلجأ يعني هو مفر، لا، لكنه نوع من تنوع السياسة، لأن السياسة يعني بالمفهوم العام ليست، هو ده سؤالي اللي كان نفسي حضرتك تجاوبني عليه قبل ما دارين تسأل سؤالها. فكرة إن إزاي نحقق التوازن بشكل كده عادل، بمعنى إن روسيا عاملة حساب لمصر، أمريكا عاملة حساب لمصر، الصين عاملة حساب لمصر، أوروبا عاملة حساب لمصر، القارة الإفريقية بتعتمد على مصر في التعبير عن إن هي تكون المنفذ بشكل كبير في التعبير عنها عن العالم. الكلام ده يتحقق إزاي؟ إزاي إن أنا أخلي إن العالم كله يحترمني بشخصيتي، وإن أنا ما بتدخلش في شؤون الآخر، وفي نفس الوقت عندي استقلال ذاتي؟ من منطلق نقاط الخطاب الذي تحدث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا قلت لحضرتك النقاط بتاعته من شوية في مسألة الندية. أنا لست تابعا لأحد، الدولة المصرية ليست تابعة لأحد، وأنا أعتقد في وجهة نظري أن التحول الكبير في السياسة الأمريكية هو إدراك البيت الأبيض أن الدولة المصرية تتعامل بندية مع البيت الأبيض، وده شيء مهم جدا في أننا نضع أسس للتحرك في الفترة المقبلة. نحن نحافظ على علاقات متوازنة مع الشرق ومع الغرب، ولكن في النهاية خريطة التحديات نفسها تتغير. يعني الأزمة العالمية في كورونا، ثم بعدها الحرب الروسية، خريطة التحديات بتتغير لأن التحالفات بتتغير، ولكن ثوابت الدولة المصرية في المحافظة على مسألة الندية، أن تحافظ على قوتك، أن تحافظ على سلامة الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية ده شيء مهم جدا، لأن يعني عدم الحفاظ على الجبهة الداخلية لا قدر الله قد يفقدنا أشياء مهمة جدا. أنا أستأذن حضرتك ونذهب مع السادة المشاهدين إلى هذا النبأ العاجل الذي وردنا الآن، حيث هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، هنأت شعب مصر بمناسبة بداية العام الجديد في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أعربت السيدة انتصار السيسي عن أمنياتها بأن يكون شعب مصر بخير، داعية الله أن يكون عام تقدم وازدهار وسلام، وأن يحفظ مصر من كل سوء وشر. طيب لو احنا بنتكلم في مشاركة مصر في الزيارات الخارجية خلال 2022، يعني لو ركزنا في خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه المشاركة في هذه القمم المختلفة، مش هنلاقيها مجرد كلام دبلوماسي عابر، ولكن فيها حلول، فيها أفكار لمواجهة التحديات اللي فعلا العالم كله بيمر بيها، سواء مثلا لو كان الحدث الأبرز بعيدا عن الزيارات الخارجية COP27. أكيد حضرتك تابعت الخطابات المباشرة جدا بالنسبة للأطراف في العالم والقوى الخارجية، إن في حلول وأفكار إحنا نقدر نساعد فيها، وإن دور مصر مش مجرد إن هو مشارك دبلوماسي، ولكن يعني محوري، دور مؤثر، مؤثر بشكل كبير. نعم. ده فرق في إيه بالنسبة لسمعة مصر ومكانة مصر الخارجية وفي وضعها في الأمان بقى الخارجي والسياسي وسط كل التحديات والصعوبات اللي العالم كله بيمر بيها؟ أنا في اعتقادي أن الخطاب الوطني المصري تميز بأسلوب جديد في التعامل مع الأزمات، وكانت هناك نقاط واضحة خاصة في قضيتين أساسيتين. العالم كله الآن يتحدث عن قضية الغذاء كقضية أساسية، ثم قضية مواجهة التنظيمات الإرهابية. يعني ما يقلق العالم الآن حاجتين، قضية الغذاء وما يتبعه
من الأمن الغذائي والأمن المائي، ثم قضية التنظيمات الإرهابية. الخطاب الوطني المصري كان صريحا في التعامل مع القضيتين، سواء في مسألة الدعم من الدول الكبرى إلى أفريقيا أو الحفاظ على الأمن المائي بالنسبة لمصر وبالنسبة لأفريقيا. وهذه قضية محورية مهمة جدا. مصر ليست ضد التنمية لأي دولة من الدول الأفريقية، ولكن هناك قدرة وحق لدى مصر في الحفاظ وتأمين أمنها المائي، ولابد من الالتزام بذلك. أيضا فكرة أن تكون هناك تنظيمات إرهابية تهدد سياسة الدول وسيادة الدول. يعني العالم كله، مصر قعدت لسنوات طويلة تحذر من خطر الإرهاب. عندما امتد الإرهاب إلى أوروبا وأمريكا الموقف اختلف تماما. أدرك العالم أن قضية الإرهاب هي قضية رئيسية، وأن إن كانت هناك بعض الرؤى التي ترى أننا يمكن حصار الإرهاب في منطقة ما، ما فيش حاجة اسمها حصار للإرهاب في منطقة ما، لأن الإرهاب يتحرك من مكان إلى آخر، وخاصة في مسألة الميليشيات، وهي أكبر خطر كان يواجه المنطقة ويواجه العالم. فكرة الميليشيات المحمولة جوا، وده حصلت كتير، وده يمكن المشهد الليبي يبين لنا أثر ذلك. فأنا أعتقد أن الخطاب الوطني المصري كان موجها إلى العالم في قضيتين أساسيتين، هما الأمن الغذائي والمائي وقضية الإرهاب. القضية الأهم وهي قضية الحفاظ على سيادة الدول، بمعنى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وهنا مصر لا تدفع فكرة التدخل في شؤونها الداخلية، ولكن تدفع الفكرة عموما، لأنه لا يجوز أن تتدخل في شؤون الداخلية، لأن أنا الأدرى بشؤون الداخلية. ولكن هناك معايير دولية، هناك اتفاقات والتزامات دولية أنا موقع عليها، ولكن ليس من حق أي دولة أن تتدخل في الشأن المصري، وكذلك العكس. صحيح. الحقيقة أستاذ شريف والسادة المشاهدين، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق نجاحات كبيرة في سياسة الدولة الخارجية في دوائرها المختلفة، وكما حرص على استمرار جولاته الخارجية لدول العالم والمشاركة في العديد من القمم بهدف تعزيز العلاقات ولدعم السلام والاستقرار. مدار عام 2022 واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي جولاته الخارجية لدول العالم، هذا إلى جانب استقباله للزعماء والقادة لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وحرص الرئيس السيسي على المشاركة في العديد من القمم، ومن بينها قمة جدة التي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، والقمة العربية الصينية الأولى والتي عقدت بالعاصمة الرياض، والقمة العربية 31 بالعاصمة الجزائر. هذا إلى جانب المشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالبحر الميت، بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة. نشاط مكثف جدا الحقيقة، في زيارات خارجية من إقليمية، في زيارات خارجية ثنائية، في استقبال رؤساء وملوك العالم في مصر، في مش بس كده، كمان في قمم افتراضية حضرها الرئيس، في محادثات تليفونية، في التواجد على الساحة الدولية. كل دوت الحقيقة يسانده دبلوماسية عريقة
هي الدبلوماسية المصرية وسياسة خارجية واضحة. وخلال تلك القمم طرح الرئيس السيسي رؤية مصر للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة الأهداف المنشودة صوب منطقة أكثر استقراراً وازدهاراً. السيد الرئيس زار العديد من العواصم العالمية، وإحنا مصر قام بزيارة مصر برضو رؤساء دول هامة مثل رئيس كوريا الجنوبية السابق الرئيس مون جاي إن، ودي كانت أول زيارة لرئيس كوريا الجنوبية من 16 سنة. من ناحية أخرى في زيارة رئيس جيبوتي رئيس السنغال اللي هو رئيس الاتحاد الأفريقي لمصر، ثم زيارة السيد الرئيس إلى بكين في فبراير الماضي لحضور افتتاح الأولمبيات الشتوية، وزيارة السيد الرئيس لبقى الإمارات حضرتك لفرنسا. القارة الأوروبية كان لها نصيب من جولات الرئيس السيسي، إذ شارك في قمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية والدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل وحوار بيترسبرغ للمناخ. وقبل نهاية العام شارك الرئيس السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي ركز خلالها على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي. دايما زيارات الرئيس لو حضرتك تاخدي بالك بيبقى فيها دايما وفد اقتصادي، بيبقى فيها دايما من يتحدث عن كيفية التعاون الاقتصادي، بيبقى فيها تواصل مع الجاليات المصرية. يعني الحقيقة انه مصر دايما والحكومة المصرية والرئيس بيحرصوا على ان يتقابلوا مع المهاجرين المصريين في العالم وان يجعلوا منهم قوة ناعمة لمصر. التحديات العالمية نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. في قضايا محددة كان السيد الرئيس بيركز فيها في كل كافة هذه اللقاءات، أهم وأخطر موضوع فيهم موضوع سد النهضة وموقف مصر من موضوع سد النهضة. الموضوع الآخر هو حضرتك تأثير الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي من جانب وعلى أسعار الطاقة من جانب آخر، وكيف يمثل هذا يعني تهديداً لاستقرار المجتمعات الدول النامية وخصوصاً الدول الأفريقية، ثم موضوع المديونية الخارجية للعديد من الدول النامية وإنه كيف تأثرت هذه الدول بجائحة كورونا من ناحية ومن ناحية أخرى بتداعيات الحرب في أوكرانيا. ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطني مستقل، محددات السياسة الخارجية رسمها الرئيس السيسي لدعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي
وإنهاء معاناة الشعوب وإحلال الأمن والسلام وتقديم أولويات التنمية على الصراع والتنازع. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز. وعودة مرة أخرى لضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. أستاذ شريف، يعني إذا ما انتقلنا إلى الدور المصري بين الدول العربية وتعميق الشراكة بين الدول العربية والولايات المتحدة، والذي ربما يكون تجلى بشكل واضح خلال مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة التي انعقدت بمشاركة مصر والعراق والأردن، كيف يعني تنعكس هذه المشاركة في تعميق الروابط بين الدول العربية والولايات المتحدة على نحو يلبي تطلعات الشعوب المنطقة؟ طيب، احنا تحدثنا عن استعادة التوازن ثم استعادة التأسيف. انا ارى ان عام 23 سيحمل عنوانا هو استثمار العلاقات. ليه؟ لان كل اللي حدث في 22 ده مؤشرات جيدة بالنسبة لحجم الاتفاقات الاقتصادية التي تم توقيعها، سواء كانت في شكل منحة أو في اقتصاديات مباشرة، بروتوكولات مباشرة. وده اتضح مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أيضا اتضح في القمة الإفريقية الأمريكية. كل ما ينتج عن ذلك هو استثمار للعلاقات التي تمت في 2022 وفقا للتحديات التي يشهدها العالم، لان احنا دعينا نتفق على ان خريطة التحديات بتتغير، يعني ما حدش يقدر يحدد هي الدنيا هيبقى شكلها ايه بعد مثلا شهرين. صح. بس في توقع وسيناريوهات بديلة، وده شيء يعني انا ارى انه شيء كويس. ارى ان التكاتف العربي كان كبيرا في 22 وسينعكس أيضا في 23، يعني سواء مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، هذه الدول الثلاثة هي تعمل وفقا لاستراتيجية 2030، وهي استراتيجية متكاملة يعني تتفق عليها هذه الدول. وأنا أعتقد أن التضامن العربي يمكن له أن يكون له تأثير كبير في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أيضا ننتظر ماذا ستكون نتائج العلاقات العربية الصينية. حقيقة من الأمنيات المؤجلة من 2022 لحد 2023 هي استقرار الوضع العالمي لما كبده من خسائر يعني كبيرة جدا بالنسبة لكل دول العالم. أستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، طبعا كل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. وإن شاء الله سنة 23 تكون سنة خير عليك وعلينا جميعا وعلى كل المصريين بإذن الله. شكرا جزيلا يا دارين. شكرا جزيلا لحضرتك. كل سنة طيبين جداً. وكل الشعب المصري طيب. والشعب العربي وكل مشاهدي إكسترا نيوز بكل خير إن شاء الله. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نستقبل بعد ضيفنا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دائما ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه، وحديث متواصل في تغطيتنا على شاشه اكسترا نيوز عن الدور المصري وتاثيره عربيا واقليميا. برحب بحضرتك يا دكتور، وكل سنه حضرتك طيب. كل سنه طيبه استاذه دارين واستاذه ايه، وكل عام والمشاهدين بخير بمناسبة العام الجديد. كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة. لو بنتكلم على ملف العلاقات الخارجية بالنسبة لمصر، إلى أي مدى تمتلك مصر سياسة متفردة في التعامل مع القوى العالمية خاصة في هذا التوقيت الحرج؟ طب عام 22 نقول أنه كان عاما مميزا في السياسة الخارجية المصرية، وكان عاما ناشطا في ظل تحديات كبيرة طبعا منها الأزمة الروسية الأوكرانية.
خلينا بس نتكلم في البداية عن فلسفة وأهداف السياسة الخارجية المصرية والبذات اللي بردت في عهد الرئيس السيسي وآليات هذه السياسة وثوابتها. فلسفة السياسة ثلاث حاجات: تعظيم المصالح المصرية وتعظيم الدور الإقليمي لمصر، والثالثة ما نسميه دبلوماسية التنمية، بمعنى السياسة في خدمة الاقتصاد، خدمة السياسة الخارجية المصرية وتوظيف العلاقات الجيدة لمصر بالقوى المختلفة عالميا لتحقيق التنمية في الداخل، والهدف في نهاية المطاف طبعا المواطن المصري وتحسين مستوى المعيشة. لأن السياسة الخارجية النهاردة هي بتخدم على التنمية في الداخل، فتح أفاق جديدة للاقتصاد المصري، جذب استثمارات، وبالتالي هي عملية مهمة. الأمر الثاني، سمات السياسة الخارجية المصرية نقول عليها السياسة الرشيدة النزيهة، بمعنى أن السياسة الخارجية المصرية في ظل عالم يموج بالصراعات، يموج بالاستقطاب، كما رأينا في الأزمة الروسية بين أمريكا وروسيا من ناحية وأمريكا والصين من ناحية خلفية تايوان، برزت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على التوازن، بناء شراكات مع كل القوى بما يعظم المصالح المصرية، لا تستبدل شراكة بشراكة أخرى أو تنحاز لشراكة أو قوة ضد قوة أخرى، وإنما السياسة المصرية السياسة الرشيدة التي تعظم المصالح المصرية، التي تقوم على احترام قواعد القانون الدولي، التسوية السلمية للنزاعات، تعظيم مفهوم العمل الجماعي الدولي. النقطة المهمة أن السياسة المصرية في عام 22 كما كانت في العوامل الثمانية السابقة تقوم على فكرة التنويع في دوائر السياسة الخارجية المصرية، لم تعد فقط الدائرة الأوروبية والأمريكية الدائرة التقليدية القاصرة على تعاملات مصر الخارجية، ولكن إلى جانب هذه الدائرة برزت الدائرة العربية في القلب، الدائرة الإفريقية في القلب، ثم الدائرة الآسيوية، والهدف أيضا الاستفادة من المزايا النسبية لكل هذه الدوائر، سواء الدائرة الآسيوية، اليابان، الصين، الهند، وبناء شراكات اقتصادية معها، وتعظيم المصالح العربية وأيضا الإفريقية، لأن الدائرة الإفريقية أو القضايا العربية والقضايا الإفريقية كانت جزء أساسي من السياسة الخارجية المصرية. في هذا السياق الذي يحكم السياسة الخارجية المصرية نقول أن مصر في عام 22 كان هناك نوع من النشاط كبير والسياسة الحيوية، القمم العديدة التي شهدتها مصر، القمة العربية الصينية، القمة الأمريكية الخارجية العربية، هناك القمم العربية واللقاءات العربية بين الرئيس السيسي مع أشقائه من الرؤساء والزعماء العرب، هناك الزيارات الخارجية، هناك فتح أفاق مع الجانب الأوروبي، مع الجانب الآسيوي، هناك القضايا الإفريقية، يعني هناك كوب 27، هناك إنجازات كثيرة. لكن بالنسبة للقوى الدولية مصر تبنت سياسة حياد الإيجابي، الحياد لا تنحاز لقوة ضد قوة أخرى، والإيجابي التحرك بإيجابية لنزع فتيل الأزمات والعمل لتسوية الأزمات، ومنها الأزمة الأوكرانية. ودعا الرئيس السيسي الدعواته وطلبه الشهير في ختام كوب 27 بضرورة حل هذه الأزمة، باعتبار أن الحلول العسكرية لا تحل مشكلات، وأن في الحروب دائما الكل خاسر، لا يوجد كاسب من هذه الحروب، وأن هذه الصراعات والحروب تأثرت ليس فقط أطراف الأزمة ولكن أيضا كل العالم بما فيها الدول النامية في مجال الطاقة، أمن الغذاء وغيرها. وبالتالي تبنت مصر سياسة الحياد الإيجابي، تبنت فكرة بناء شراكات مع كل القوى العالمية الأمريكية الروسية كل القوى حقيقة، في إطار من التوازن الذي يعظم المصالح المصرية والعربية. هذه السياسة الخارجية الرشيدة النزيهة الحيادية التي تبنت نهج احترام القانون الدولي وانحياز العمل الجماعي الدولي ومفهوم احترام سيادة الدول، أكسبت مصر المصداقية والثقة من قبل الآخرين، بل جعلت مصر والمنطقة الشرق الأوسط محل تنافس عالمي. جاءت الرئيس بايدن المنطقة في عام 22 إدراكا بأهمية الشرق الأوسط وأهمية الدور المصري، جاء الرئيس شي جين بينغ الرئيس الصيني في القمة العربية الصينية في السعودية إدراكا بأهمية الشرق الأوسط، لأن هنا كانت الفلسفة أن، وده نقطة مهمة في الدائرة العربية، أن الرئيس السيسي في عام 22 شهد طفرة كبيرة في العلاقات العربية العربية، تنقيط الأجواء العربية، رأينا اللقاءات الثنائية الثلاثية الرباعية الخماسية التي كان قاسمها المشترك مصر مع أشقائها العرب، كان الهدف بلورة الموقف العربي، تنقيط الأجواء العربية. وجدنا زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، زيارة الأمير تميم رئيس دولة قطر لمصر، وزيارة الرئيس السيسي لقطر. وبالتالي كان الفكرة الأساسية أن وجود موقف عربي موحد، وجود رؤية عربية موحد تجاه التغيرات العالمية، هذا بيعظم من المصالح العربية ويجعل الجانب العربي له رقم أساسي في معادلة العلاقات الدولية. هذا ما جعل القوى الكبرى الصين وأمريكا وروسيا تتنافس لتأتي لبناء شراكات اقتصادية وسياسية واستراتيجية مع الجانب العربي. المنطقة العربية
فيما عرف بالربيع العربي. للأسف تحولت لساحة الصراعات الإقليمية والدولية، كل القوى جاءت للمنطقة لتنافس على مصالحها، وكانت الضحية والثمن هو الشعوب العربية والمصالح العربية. وجدنا الحروب واللاجئين وخطر الإرهاب، لكن الآن المنطقة تمتلك زمام الفعل، تحولت إلى فاعل ولم تعد مفعول به كما كانت في السابق. هذا بفضل من؟ بفضل السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والنزيهة، بالتعاون والتنسيق مع دول القلب الصلب العربي، دول القلب الصلب مثل السعودية الإمارات وغيرها من الدول. وبالتالي رأينا في عام 22 كان عام مهم من حقيقة، لأن هذا العام جاء في ظل تحديات كبيرة، مرحلة مهمة يشهدها النظام الدولي، حالة من الاستقطاب الحاد غير المسبوقة في النظام الدولي بين القوى الكبرى. هناك تأثيرات أزمات حروب جاءت بعد جائحة كورونا، يعني كما كل مثل ضربتين في الرأس كبيرة للعالم كله ومنها الدول النامية. كان لابد من أن يكون هناك نوع من الحراك، فلسفة تحكم السياسة الخارجية المصرية، وبالتالي المسارات المتوازية المتكاملة، مسار دعم الدور الإقليمي مع دعم المصالح العربية والأفريقية بالتوازي مع مسار دبلوماسية التنمية. وهذه نقطة مهمة، لأن مصر العالم الآن يتجه إلى ما يسمى التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، بعد الأزمات العالمية. الكل يعتبر أن الشرق الأوسط وإفريقيا هي المنقذ لتحقيق التعافي الاقتصادي. على ذكر إفريقيا، يعني خلينا نتكلم عن الدور المصري خلال السنة اللي فاتت كلها فيما يخص القارة الإفريقية. حضرتك نظرت ليه إزاي؟ يعني في الواقع أن الدائرة الإفريقية أصبحت في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية. يعني بعد فترة من التباعد في العهود السابقة، كان نجح الرئيس السيسي في عودة إفريقيا لمصر وعودة مصر لإفريقيا، وهذه العودة تمثلت في أسس جديدة تحكم العلاقات المصرية الإفريقية من ناحية، وتحكم علاقات إفريقيا بالعالم الخارجي من ناحية أخرى. بمعنى آخر، العلاقات قامت على المصالح المشتركة، لأن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة. هذه المصالح تقوم على أن هناك مصر تقدم للدول الإفريقية كثير من المزايا، في مقابل مصر أيضا تستفيد من الدول الإفريقية. وبالتالي مصر بخبرتها الفنية، باستثماراتها، بمواردها، بتجربتها الناجحة في المشروعات القومية، في المشروعات الكبرى، في بناء السدود وغيرها، قدمت وتقدم لإفريقيا الكثير من المزايا. في المقابل أيضا إفريقيا تعتبر المجال الحيوي، وهي أيضا مهمة كسوق وكمنطقة واعدة. وبالتالي شهدت العلاقات المصرية الأفريقية شهدت طفرة كبيرة، نعم، في الثمان سنوات السابقة وفي عام 22. على المستوى الآخر، المسار الآخر، علاقات إفريقيا بالعالم، مصر هنا بدور مصر حقيقة كان مهم في تغيير المعادلات القديمة. ما هي المعادلات القديمة التي تحكم إفريقيا بالعالم؟ كان ينظر لإفريقيا على أنها قارة مصدر للمواد الخام للدول الغربية والصناعية، وفي ذات الوقت سوق لتصريف منتجات هذه الدول. ثم تحولت أيضا إلى جانب ذلك أنها مصدر للمشكلات والتحديات، يعني هجر غير المشروع من إفريقيا، الإرهاب، شرح حركات الإرهابية، الصراعات. وبالتالي كانت النظرة لإفريقيا أنها يعني كده مصدر مشاكل. مشاكل، نعم. تحولت المعادلات إلى ماذا؟ إلى علاقة شراكة تقوم على الندية بين إفريقيا والعالم. وهذا باعتبار كانت الرؤية المصرية أن إفريقيا غنية بمواردها البشرية الطبيعية، أن إفريقيا من خلال التنمية والاستثمار تحقق تنمية كبيرة ونهضة اقتصادية مهمة. ولذلك كان في عهد الرئيس في 2019 منطقة التجارة الحرة الكبرى الإفريقية. وبالتالي هذه الفلسفة بدأت تحتل إفريقيا مكانة مختلفة على الخريطة العالمية. هذا ما دفع الدول الكبرى تتنافس على إفريقيا. وجدنا القمة في فبراير، القمة الأوروبية الأفريقية، ثم في نهاية العام القمة الأمريكية الأفريقية، وقبلها القمم الأفريقية الصينية، الهندية، اليابانية، التركية، الروسية وغيرها. ماذا يعني هذا؟ يعني هناك تنافس عالمي على القارة الأفريقية. كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أثناء القمة الأمريكية الأفريقية قالت كلمة مهمة، أن أفريقيا هي تشهد أعلى معدلات في النمو. بمعنى العالم خرج من جائحة كورونا وثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي وعلى هذه الدول التي تعاني الآن، الدول الأوروبية والدول المتقدمة. الكل يبحث عن منطقة للتعافي الاقتصادي أو استعادة العافية الاقتصادية، متنفس العافية الاقتصادية من خلال التعاون مع إفريقيا، لأنها القارة البكر، القارة التي لديها موارد، مليار و300 مليون نسمة، لديها موارد طبيعية بشرية، وبالتالي منطقة مزدهرة اقتصاديا. وبالتالي كل هذا جعل هناك تكالب وتنافس على القارة الإفريقية. وفي قلب هذا كان الدور المصري في التعبير عن القضايا الإفريقية المختلفة في دعم حاجة دعم الدول. على النقطة دي بشكل أكبر يا دكتور، ولكن ورد إلينا هذا الخبر العاجل مشاهدينا، حيث هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا الرئيس السيسي المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام، وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع.
هنرجع لحضرتك يا دكتور وهنسأل عن استعادة مصر لدورها التاريخي مرة أخرى بعد عام 2013. ده كان لي دلائل ومؤشرات وربما تكون هناك تأثيرات حدثت بالفعل على أرض الواقع. عايزين نتكلم عن ده. بالطبع يعني مصر طبعا واجهت تحديات بعد 2011 وكانت تحديات صعبة حقيقة، ورغم أنها كانت يعني أثرت على انكفاء مصر على الداخل، إلا أن مصر استطاعت في عهد الرئيس السيسي في فترة قليلة جدا استعاد زمام الأمور، تستعاد مصر مرة أخرى دورها كدور إقليمي بارز، كدولة مؤثرة في تفاعلات النظام الدولي في العلاقات الدولية. يعني على المستوى العربي الآن نجد أن حصاد هذه الفترة الآن هناك موقف عربي جديد، هناك نوع من التضامن العربي، عمل عربي مشترك، رأينا القمة العربية في الجزائر، وجدنا هناك مصر قسم مشترك في اللقاءات المشتركة مع الأشقاء العرب والتي تقوم على التنسيق والرؤى والمواقف العربية، تعظيم المصالح، مجال التحديات. ايضا على المستوى الدولي كان لمصر ايضا رؤيه واضحه، وهذا انعكس من مؤشرات في بناء شراكات بين مصر والدول المختلفه. كان هناك انطلاق فلسفه واضحه ان الشرق الاوسط شهد توترات ومشكلات، وهذا الشرق الاوسط بدات يعني تتطاير شظايا المشكلات فيه الى اوروبا الى الدول الاخرى. ثم كان هناك قناعه بان لا يمكن تحقيق الاستقرار او الامن او التنميه في الشرق الاوسط الا من خلال التعاون مع الدول المفتاحيه. الدول المفتاحيه على راسها مصر، بمعنى كان مثلا على سبيل خطر الارهاب، الارهاب هدد المنطقه وهدد اوروبا وهدد كل العالم، كانت الرؤيه المصريه واضحه المواجهه الشامله للارهاب، المواجهه الفكريه، التنمويه، السياسيه، وكانت لها تجربه خاصه. تجربه وكانت رائده. طيب دكتور انا محتاجه اسال حضرتك في نقطه الدول الافريقيه، بمعنى ان احنا مقبلين على 2023 وبالتالي هناك سيناريوهات عديده وتوقعات عديده بفكره رياده الصين بشكل او باخر في بعض العلاقات الدبلوماسية والسياسية إذا استمر الحال ما بين روسيا وأوكرانيا والتأثير ذلك على أمريكا والاتحاد الأوروبي. إذا تحدثنا عن هذا السيناريو تحديدا وبالتالي ظهرت الصين وتجلت بشكل واضح وهناك مؤامات دبلوماسية كثيرة والتعويل بشكل مباشر على القارة الإفريقية، نقدر نقول ماذا عن التوازن العالمي السياسي المصري الذي يقام الآن مع كل القوى الدبلوماسية الأخرى؟ هل سيستمر أم أن هناك بعض التوقعات الأخرى أو بعض التجاذبات السياسية الأخرى؟ يعني شكل الخريطة السياسية بالنسبة لمصر في 2023؟ يعني بالفعل أستاذ أي هذا نقطة مهمة. يعني أولا الصين طبعا هي قوة صاعدة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، هي ثاني اقتصاد عالمي، ميزانيه عسكريه 330 مليار دولار، ده رقم كبير، هي ثاني اكبر ميزانيه عسكريه بعد امريكا 770 مليار دولار، في مقابل حتى ان روسيا 70 مليار دولار. الصين الان موجوده في كل دول العالم، في افريقيا استثمارات ضخمه، وهي شريك تجاري لكثير من الدول، هي الشريك الاول لافريقيا تجاريا، وايضا الشريك الاول لمنطقه الشرق الاوسط، وجاء الرئيس جين بين في المنطقه في القمه العربيه الصينيه منذ اسابيع قليله. هذا كان بيعكس فلسفه ان الصين تحاول توظيف حالة ما نقول انشغال القوى الأخرى أمريكا وروسيا بالحرب في أوكرانيا وهذا الصراع وهذا الاستنزاف لكي يعني تستمر في بروزها سياسيا واقتصاديا، رغم أن أمريكا تحاول استنساخ سيناريو أوكرانيا في تايوان ومحاولة عرقلة الصين من خلال يعني إشعال بؤر تايوان كمحاولة للاستنزاف وعسكرة منطقة شرق آسيا لكن الصين دائما مدخلها اقتصادي، أمريكا دائما في أفريقيا حتى لأن كان مدخلها أمني وعسكري محاربة الإرهاب فقط. وبالتالي لكن في ظل هذا الاستقطاب هنا النقطة المهمة، السياسة المصرية الرشيدة الحيادية، يعني مصر كقوة إقليمية مهمة مؤثرة لديها تشابكات وعلاقات مع كل القوى الكبرى، الصين، أمريكا، علاقات اقتصادية مهمة، كما قلنا لا ليست علاقات موجهة لطرف ضد طرف آخر أو تستبدل مصر علاقات مع قوة مع مقابل قوة أخرى أو تنحاز لقوة ضد قوة أخرى، وإنما بناء شراكات تفرض أنها منطقة تدفع الدول الأخرى للتعاون مع مصر. العالم يتجه إلى هناك تحولات مهمة في النظام الدولي. نظام الأحاد القطبية الذي ساد من ثلاث عقود الآن تقريبا يعني أو تهاوى، والآن يتجه مرحلة انتقالية إلى النظام القطبية المتعددة، أو نسميها أنا سميتها في أكثر من مقال الثلاثية القطبية، يعني أمريكا وروسيا والصين. في هذا الإطار هي مصر بتتبنى سياسة متوازنة من جهة، وفي نفس الوقت تبني سياسة عربية متوازنة أيضا وحيادية، يعني التنسيق العربي، لأن العرب القوة، العرب في وحداتهم، قوة العرب، القوة الاقتصادية والقوة السياسية ومشروعات التنمية التي يقوم بها في مصر في السعودية هي تمثل نقطة مهمة في تحقيق هذا التوازن بين القوى الكبرى. يعني التوازن في كل شيء هو ديدن مصر في بطبيعة الحال. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد
سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا حضرتك نورتنا في الاستوديو، كل سنه وحضرتك طيب، والشكر موصول ايضا لزميلتي ايه عبد الرحمن، كل سنه وانت طيبه يا ايه. وانت طيبه دارين، ان شاء الله كده تبقى سنه سعيده علينا جميعا، وتفائلوا بالخير تجدوه، يمكن دي الجمله اللي بتتكرر دايما معانا مع كل سنه، تجديد الامنيات حتى لو احنا ما لحقناش نحقق حاجه كنا حاطينها في المخطط بتاعنا في 2022، لسه معانا 2023 نقدر ان احنا نستكمل كل الخطط والامنيات. والتفاؤل بالخير دايما هو الحياه اللي بتخلينا تستمر بشكل كبير وبشكل متفائل وكله طاقه ايجابيه. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. بشكرك يا دارين، بشكر الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم بالف خير وسعاده، وان شاء الله 2023 تكون عام خير وسعاده وتحقيق نجاحات بالنسبه لمصر الغاليه. الى اللقاء.